العالم بيتغير من حوالينا بشكل مريب. تركيا واليونان بتتفق على إنهاء الخلافات التاريخية، وبيخرج زعيم كوريا الشمالية بيجهش بالبكاء على الهواء مباشرة، مطالبا سيدات الأمة بإنجاب الأطفال لأن التعداد السكاني بينخفض بشدة. بينما جيرانه في كوريا الجنوبية قد أعلنوا رسميا أن الأمة على وشك الانقراض، ويجب على كوريا الجنوبية أن تفتح أبواب اللجوء كما فعلت أوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا. أما أذربيجان وأرمينيا اللي دبوا في بعض لمدة ربع قرن، النهاردة بيتفقوا على مسودة لاتفاقية سلام هتوقع خلال أقل من عام. وفي إفريقيا تنهار فقاعة جديدة. امبارح انتهت مفاوضات كانت بدأت بين الحكومة الإثيوبية والدائنين بتوعها علشان فايدة مستحقة بقيمة 33 مليون دولار عن ديون بمبلغ مليار دولار. المفاوضات خلصت على أنه الدائنين رفضوا التأجيل بالشروط اللي عرضتها إثيوبيا. يوم 11 ديسمبر الجاري بقى متوقع للغاية لأول مرة في تاريخ إثيوبيا أنها تتخلف عن السداد فعليا، بعد أزمات ديون دورية كل 10 سنين في كل مرة. المجتمع الدولي في المرات اللي فاتت والرعاة الإقليميين لإثيوبيا كانوا بيتدخلوا بمساعدات وإسقاط للديون دي عشان ينقذوها، بخلاف المرة دي اللي كل واحد فيهم منغمس لغاية ودانه في حرب أو مشاكل سياسية داخلية، ومحدش فاضي لدرجة أن البلاد الطويلة العريضة اللي كانوا بيتوقعوا ليها أنها تكون أحد أكبر الاقتصاديات في إفريقيا خلال 20 سنة اللي جاية مش عارفة توفر 33 مليون دولار. إثيوبيا تبدأ رسميا الطريق إلى الإفلاس. دي النتيجة المنطقية لبلد شهدت حرب أهلية وثورة شعبية ومفيش إقليم فيها إلا وبيطالب بالاستقلال عن الاحتلال الحبش. اللي كان غير طبيعي التقارير الاقتصادية مدفوعة الأجر اللي كانت الدول اللي بتقف خلف مؤامرة السد كانت بتضربها لصالح الحبش علشان تسهل على مدعي المعارضة في مصر النفخ في بص العصفورة الإثيوبية علشان جيشك كان يتلهي في إثيوبيا والجنوب وتتسهل عملية دفع الغزاويين لأرض سيناء المباركة. الجزء الثاني من المؤامرة هيشتغل. الغرب لما بيقرر ان الكارت اللي بيلعب بيه اتحرق بيقرر هو اللي يحرق ويفوز بمكاسب الحرق. اثيوبيا العاجزة اليوم عن سداد ديونها هتبيع الاصول اللي عندها، والاصول الاثيوبية هي الارض والمي. كونسولتو دولي هو اللي هيشتري، بس مفيش جدول زمني. انما سد النهضة زي ما قلنا في عشرات الحلقات بدون مبالغة هو سد ومؤامرة منتهية الصلاحية. من سنين وهم بيحاولوا يجروا مصر لأي حرب خارج حدودها علشان يستنزفوها اقتصاديا وعسكريا ويعطلوا سرعة مشروع التنمية اللي ماشي بسرعة الصاروخ على ايد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما ينفعش مصر تكبر اكتر من اللازم. بدأت باليمن ويلا يا مصر مسافة السك، ادخلي معانا نضرب الحوثيين. ولما مصر رفضت طيب يلا ليبيا. ولما مصر نجحت بسياسة الخطوط الحمراء انها توقف الحرب طيب يلا نفجر السودان. ولما مصر حتى اللحظة بتحاول تحل الأزمة السودانية الداخلية بالطرق الدبلوماسية والسياسية طيب يلا غزة. وطالما انت يا مصر مش عاوزة تخرجي برا حدودك احنا اللي هنجيلك لغاية عندك وبرضو هنجبرك على الدخول في حرب. ده ملخص آخر 10 سنوات، واللي بقى مكثف آخر 4 سنوات من ساعة ما جت إدارة جو بايدن إلى البيت الأبيض. إدارة جو بايدن من ساعة ما وصلت إلى البيت الأبيض في يناير 2021 بتشتغل باستراتيجية إجبار الدول المستهدفة على دخول حرب استنزاف، وده عن طريق تصدير الخطر للدولة دي من دولة جوار يوم ورا التاني وشهر ورا التاني لحد ما يصبح التصادم حتمي. إجبار الدول على الحروب، ده اللي حصل مع روسيا في أوكرانيا، وده اللي أمريكا بتحاول دلوقتي إنها تعمله مع الدولة المصرية. وبالعودة لملف السد، اللي منع مصر من ضربه مش ضعف ولا قلة حيل، ولكن إدراكها إن الواقع غير الكلام بعد ما كشفت أجهزتنا الاستخباراتية الفخ، وإنه دوائر المؤامرة بتحاول استنزافنا في أي حرب إقليمية سواء في ليبيا أو السودان أو اليمن أو إثيوبيا عشان يطلعونا على المسرح ويراقبوا أسلحتنا وقدراتنا وتكتيكاتنا. وبعد ما نضرب هتلاقي نفس الناس اللي كانت بتقولك أنت خايف من إيه؟ يلا أضرب، هي اللي هتطلع إثباتات إن السد ما كانش خطر على مصر، وإن السيسي يا حرام غرق مصر في حرب ما كانش ليها داعي وضيع اقتصادها وجيشها. ما يمنع مصر هو إنه السد لا يمثل أي خطر حقيقي علينا حتى الآن، ولكن مصر رسميا ما تقدرش تقول كده لأنها لو قالت كده تبقى بتتنازل عن حقها
في معاقبة أبي أحمد على الإجراءات الأحادية اللي تم اتخاذها. بقالنا 10 سنين بنوضح أسلوب العمل الدبلوماسي وإنه للردع ومش بالضرورة معناه إنه في خطر أصلاً، وإنه مش كل مرة بنلوح بالسلاح يبقى معناه إننا هنحارب بكرة أو إن النيل في خطر وهنصحى بكرة الصبح نلاقيه جف. نقدر نقول بوضوح إن حكمة القيادة المصرية أنقذت الدولة من الانجرار لضرب سد فاشل مبني على الدعاية الإعلامية والابتزاز السياسي، أما عملياً فليس له أي مخاطر حقيقية أو تسبب في أي ضرر جسيم كان يستدعي تدخل مصر عسكرياً. ومن هنا ممكن نفهم تصريحات أبي أحمد مع انتهاء ما أسموه الملء الرابع إنه كان الملء الأخير. تصريحات أبي أحمد نفسه بتوضح بعد تخزين حوالي 28 مليار متر مكعب من المياه بدل من 74 كما كان مخطط، يعني تلت تقريباً ما كان يتم الترويج له، بيؤكد ما كنا نقوله منذ سنتين أن هذا السد مشروع فاشل ولم يتم دراسته جيداً وإنه قايل للسقوط وظهرت به تشققات وبيقع فوق منطقة زلازل ولا يستطيع بكل حال من الأحوال تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه، وتحول السد من سد لحجز المياه إلى مجرد شلال نصف منشآته غارقة تحت المياه كما تظهر الصور. وإثيوبيا سوقت الخبر لشعبها إنه نجاح لأنها طبعا مش هتقدر تقول إنها فشلت، وأهدرت المليارات على سد لا يستطيع تخزين المياه أو توليد الكهرباء، وإنه بدل ما يعمل سد إثيوبيا الكبير أكبر سد في إفريقيا انتهى الأمر بمجرد شلال المياه أو سد متوسط أو صغير الحجم مقارنة بالسدود الأخرى في العالم وإفريقيا، لأن سد بيخزن 28 مليار متر مكعب ده أقل من سد تنزانيا اللي بتبنيه مصر في تنزانيا اللي سعته التخزينية حوالي 33 مليار متر مكعب مياه، لأنه كان متخطط أن السد يوصل لارتفاع 645 متر علشان يقدر يخزن الـ 74 مليار متر. والصيف الماضي إثيوبيا أعلنت اكتمال المشروع عند 620 متر، يعني بأقصى قدر تخزيني يبلغ 28 مليار متر، يعني عمليا هو فشل السد في تحقيق ما كان مخطط حسب تصريحات أبي أحمد نفسه اللي حاول يعرض ده أنه نجاح لشعب. وحتى لو تم التسويق أن هناك ملء خامس قادم من باب الدعاية أمام شعبهم فلن يحدث، سواء بسبب الأزمة الاقتصادية من ناحية، ومن ناحية تانية لو حدث سيكون الملء المتمم للملء الأول حسب الخطة الأولى، ولن يستطيع حجز أي مياه جديدة تؤثر على حصة مصر. وخد بالك من نقطة كمان، كان مخطط أن السد يكون فيه 16 توربين لتوليد الكهرباء تم خفضهم بعد كده لـ 13، والنهاردة السد ما فيهوش غير 2 فقط ويوم بيشتغلوا و10 بيعطلوا بسبب الطمي. مش كده وبس، كمان لما تم خفض ارتفاع منسوب المياه ده هيؤثر على اندفاع المياه، ما يعني تقليل كفاءة انتاج الكهرباء من التوربينات. يعني بكل الحسابات هذا السد اثبت رسميا انه مشروع فاشل، سواء في حجز المياه المطلوبة او الكافية لتوليد الكهرباء او انه يكون مصدر للطاقة. وخد بالك من نقطة مهمة علشان ما يندحكش عليه، مشكلة مصر مع السد لم تكن في السد نفسه ولكن في سنوات الملء السريع اثناء الجفاف. لما كانت إثيوبيا بتقول إنها هتخزن 74 مليار متر في 4 سنوات، هو ده اللي كان حيؤثر على حصة مصر في حالة الجفاف الممتد. ولكن ما حدث إن إثيوبيا في 4 سنوات لم تستطع تخزين أكتر من 28 مليار متر مكعب من المياه، ومع وجود فيضانات تم رصدها السنوات الماضية لم يؤثر إطلاقاً على حصة مصر أي تأثير يذكر. والدليل على كده الصورة اللي قدام حضراتكم، الصورة دي لمفيض توشكا والتي تظهر ممتلئة بالمياه كما لم يحدث من 50 سنة. وللعلم مفيض توشكا هو مكان تخزين المياه الزائدة في بحيرة ناصر، يعني بحيرة ناصر مكتملة والمفيض بتاعها كمان مكتمل. والسد مستقبلا لا يمكن انه يكون محبس للمياه كما يدعي البعض، لانه اساسا لو كان قادر على تخزين المياه لكان خزنها. ولكن بتكشف الصور عبور المياه من فوق الممر الاوسط للسد وتحوله لشلال بسبب عدم قدرته على تخزين المزيد من المياه، وكل الفيضان القادم لازم يمر من فوق السد لأنه وصل للساعة التخزينية القصوى، بل حتى في سنوات الجفاف مضطر يخرج المياه منه من بوابات التوربينات ليتمكن من توليد الكهرباء. وعاوز تطمن أكتر بالحقائق والأدلة وبعيدا عن التشنجات ودعاية فلول الإخوان والإعلام البريطاني الناطق بالمصري واللي بيحاولوا يستغلوا الموضوع ده للمكايدة السياسية والحرب النفسية ضد الشعب المصري، تعالوا نشوف أحدث صور فضائية للسد الإثيوبي
ونشوف بتكشف ايه. فالصورة بألف كلمة. دي صور التقطت بالأقمار الصناعية كشفت عن انخفاض منسوب بحيرة سد النهضة بشكل بطيء وتوقف عمل التوربينات. الصور أكدت استمرار انخفاض منسوب بحيرة سد النهضة وابتعادها عن سد السرج ببطء. الصور أظهرت أيضا عدم تشغيل التوربينين. الصور دي اللي اتكلم عنها أكثر من مصدر وعلى رأسهم قناة العربية اللي بتوضح ما ذهبنا إليه على مدار 3 سنوات عبر منصة قوة مصر بأن التوربينات ما هي إلا ديكور. كل ده ومفيش أصلا شبكة كهرباء داخل إثيوبيا علشان تستقبل الإنتاج الكهربائي من السد وتقوم بتوزيعه على الولايات الإثيوبية. الممر الأوسط لم يكتمل وأغلب منشآت السد غارقة تحت مياه النيل الأزرق، وحتى المياه اللي حاولوا يحتجزوها في محاولات الملء الأول والثاني والثالث عمال منسوبها ينخفض. وجيولوجيا السد على أرض غير صالح. صور سابقة من الأقمار الصناعية أوضحت أن السد متصدع وقايل للسقوط، وبالتالي دوامات الفزع اللي للأسف المصريين أدمنوها دي مع كل كلمة عن السد لازم تفوقوا منها. مش لازم أسبوعيا نفكر كل مواطن على جنب أنه لا يليق به أن يقلق، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في 15 يوليو 2021 في مؤتمر حياة كريمة باستاد القاهرة، وأنه عامل الوقت لصالح مصر. عندك سد ذاهب للانهيار، عندك فيدرالية إثيوبية تتآكل من الداخل بحكم حرب أهلية لم تنتهي بشكل صحيح، عندك جرائم ضد الإنسانية تستدعي وقوف أبو أحمد أمام محكمة العدل الدولية، عندك نخب إثيوبية أفلست ولن تقدم أي جديد بعد أبي أحمد، وأخيرا حالة إفلاس اقتصادي طاحنة لا أمل للخروج منها. حتى الأمريكان اللي صنعوا كل السيرك ده بدأوا يفضون أيديهم من دعم النظام الحبشي وحليفه الإريتري، وبدأ التوبيخ الأمريكي العلني لأبي أحمد يظهر بقاله سنة. حتى النفوذ الصيني والروسي في إثيوبيا بدأ يتآكل، وكل رهانات أبي أحمد أنه يلعب لعبة توازنات بين الشرق والغرب على طريقة رجب طيب أردوغان قد سقطت. وهنا بيتضح عبقرية الأجهزة الأمنية المصرية وحكمة الرئيس السيسي التي لم تندفع وراء التصريحات العدائية أو الدعاية المزيفة حول السد، واعتمدت على تحليل الواقع وإدراكها أن هذا السد مجرد دعاية إثيوبية ومصيدة لتوريط مصر واستنزافها في صراع داخل إفريقيا. الحقيقة أن الرئيس السيسي للعام 10 على التوالي بيثبت أنه الجنرال الذهبي للقرن 21 مؤسس الجمهورية الجديدة، أعصابه من فولاذ، يعرف متى يستخدم السلاح ومتى لا يستخدمه. وهذا السد الخرساني المضحك على ضفاف النيل الأزرق قايل للسقوط أو يظل منشأة مجرد مزار سياحي للفشل. ومع كده احنا مستعدين لكل الاحتمالات حتى لو تم إحياء المؤامرة بشكل جديد ما بعد أبي أحمد. كل الخيارات متاحة وكل السيناريوهات وخطط التعامل محطوطة داخل أقدم مؤسسة عسكرية في التاريخ. لا نترك شيء للصدفة. وختاما لا يغيب عنا كلمة الرئيس: لا يليق بنا أن نقلق، لا يليق بنا أن نقلق. حفظ الله مصر من كل سوء وجعل مصر كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.